السلام عليكم أحبائي وأعزائي المتتبعين من جميع الجنسيات. اليوم غناخدكم معايا في واحد الجولة خفيفة وظريفة واللي غتمتعوا بالمناظر الخلابة، البوسفور طبعا والبحر المرمرة بإسطنبول. غادي نقومو إن شاء الله اليوم كما كتشوفوا من أسكودار، هذه الديريكسيون أسكودار. أنا دابا في منطقة إيمينونو واللي هي محطة كان كيوقف فيها الباطوات أو البواخر، فناخدوها باتجاه إسكودار. هذه هي الطريقة اللي باش تمشيو لبرج الفتاة طبعا، وغادي نغتنموا الفرصة باش نشوفوا المناطق والمناظر الخلابة على البوسفور اللي هي الجانب الإيجابي فاش كانت ديو الباخرة. كنشوفوا جامع إيمينونو اللي جاي في محطة إيمينونو أو في مركز الفاتح طبعا، وحنا ماشيين وحنا كانت منظروا بهاد الأماكن كلها الصراحة. هنا يلا تعدينا سور غلاطة، والروعة في الأمر هو هاد الفيديو صورته في 28 غشت، واللي كان ساعة تقريبا المساء يعني قبل غروب الشمس بشي ساعة، لأن الهدف ديالي كانت توجه إلى برج الفتاة في هذا الوقت هذا. نخليكم مع بقية الفيديو. طبعا الرحلة كتستغرق من 20 ل 25 دقيقة، واللي هي باتجاه واحد اللي هي من منطقة إيمينونو لمنطقة إسكودار المتواجدة فيها برج الفتاة. طبعا قصة برج الفتاة غنخليها لكم في صندوق الوصف، لأن تتعدد الروايات وكتبقى رواية واحدة اللي هي السلطان اللي بغى يحمي بنته من الموت، والنهاية ديالها غتشوفوها في الصندوق. كما كتشوفوا هادو هما لقطات من اسكودار، منطقة اسكودار وبرج الفتاة اللي كيبان لنا بعيد. المياه كانت ضحلة ونقية بواحد الصورة لا تتصور كمان، يعني الوقت في هاد الساعة كيعطي واحد الرغبة بالاستمتاع. الجو كان معتدل يعني واخا الحرارة مفرطة في النهار، في هاد الوقت هذا كيسمح لنا اننا نخرج، وخصوصا كيكون وقت الغروب قرب كيكون واحد الجو شاعري ورومانسي. انا ما نقلش نصور شحال د المرات جيت وعمري ما كنشبع من هاد المنظر، وكيخليكم دائما واحد الانطباع جد رائع. الوصول الى محطة اسكودار اللي متواجد بها طبعا برج الفتاة، واللي كتهم معظم البيوت والقصور وحتى الجوامع اللي من طراز رائع. طبعا الطراز العثماني هذا الشارع واللي كيطل على البوسفور، وطبعا كيكونوا صيادين وناس كتستمتع باجواء الصيف الممتعة على هاد الكورنيش هذا. وهنا كنقتربوا البرج الفتاة.
بغيت نخليكم شويه مع الاجواء ديال المره وديال الناس، الصوت البائع المتجولين والصوت ديال الناس اللي كيخلي زعما كل واحد في اللي كنهضر من ناحيه من بزاف النواحي، من ناحيه السعايه يعني التسول، من ناحيه التحرش، من ناحيه التصاق البائع المتجولين بكم كيكون في بعض الاحيان، ولكن بغض النظر على دول اخرى بلا ما نقول الاسماء الصراحه هنا ما كاينش هذا الشيء، كاين طرق عديده. المهم هنا حبيت نقول لكم انني قربت نوصل من محطه اسكودر برج الفتاه 10 دقائق ماشي على الاقدام، وطبعا ما كتحسوش بها لان الاستمتاع بوقت الغروب شيء فوق رومانسي، والناس اللي كيشريو السيميت وكيشريو معاه الشاي وكيتمتعوا بهاد الوجبه الخفيفه اللي كياكلوها وكيعشقوها الاتراك وحتى من غير الاتراك، وانا واحده منهم، وبنتي طبعا واخا تركيه حتى هي واحده منهم. هنا صافي قربنا نوصلوا لبرج الفتاه، وخليتكم مع هذا المنظر ديال الغروب اللي غادي طبعا تزيدوا تستمتعوا معايا في واحد الجوله غادي نعملها بالقارب. هذا هو المكان المشهور كما كتشوفوا العشاق. هنا ممكن تلقاو جميع اعمار واصناف الناس، يعني الكبار المتوسطين الشبان. هذا هو المكان المعروف طبعا، وانا العدسه ديالي على قد الحال ما قدرتش ناخذ عدسه صور بروفيسيونال يعني. فشنو وقع هو هذا هو المكان بالضبط اللي الناس كتجلس فيه وكتشرب الشاي وكتستمتع بغروب الشمس امام برج فتاه. هنا سمحوا لي طاحت مني الكاميرا ولا ما نعرف شي حاجه، نخليكم مع اللقطات. هنا كنمتعكم مع هذا المنظر الرائع اللي كنشوفو من خلال برج الفتاه والرايه ديال تركيا. طبعا الله يحفظ جميع الرايه المغرب العربي والعالم باكمله والامه الاسلاميه، يعم فيها السلم وتحيد من هذا الوباء ونرتاحوا كاع العوائل والناس والحبان اللي مفرقين على بعضهم يتجمعوا. نخليكم مع هذا الغروب الرائع ونلقاكم في الحلقه القادمه مع فلوق جديد. قادم غادي نوريكم طريقة الذهاب إلى بلاصة تقسيم أو إلى ميدان تقسيم المعروف بإسطنبول، وطريقة الذهاب إليه بواسطة المواصلات والشرح التام، وكأنكم غتكونوا متواجدين معايا. أتمنى يكون عجبكم الفلوق ديالي، تشجعوني بواحد جيم وبواحد تعليق، وطبعا ضغط على الاشتراك، وشكرا في الفلوق المجيء إن شاء الله.